والله كان املنا ان احنا نفرح جمهور بالبيس، والنهارده يمكن منافسنا في المجموعه الشرقيه تعادل. كان املنا كبير ان احنا النهارده ربنا يكرمنا بالمكسب والثلاثه بونت ونبقى اول، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. صالح موسى يلعب، يلعب بيه خطيره، والله الحمد لله احنا عدينا مباراة الحمد لله لحد ما قوية. طبعا فرقة بالاس فرقة محترمة، كابتن هيثم عرابي مدعم اكتر من 13 لاعب، احنا لغاية دلوقتي ما دعمناش حد، احنا الامكانيات عندنا يعتبر معدومة. الحمد لله احنا يعني بنحاول ان احنا يكون شكلنا كويس في الدوري السنة دي. الحمد لله النهارده على المكسب وتلاته بونت، والحمد لله على الهدف، ربنا كلم مجهودي وكل اللعيبه كانت رجاله الحمد لله، والف الف مبروك على المكسب وبهدي الفوز للجهاز الفني كله والاستاذ محمد الحليبي. الحمد لله مكسب النهارده عوضنا عن ماتشات كتير، ودي البدايه لفرقتنا، كلهم شباب صغير، كلهم صغيرين في السن وهم قد المسؤوليه ان شاء الله، والماتش الجاي ان شاء الله هيثبت ان فريق الاماريه من اقوى فرق المجموعه. الحمد لله على الاداء والحمد لله على النتيجه، وان كنت انا كنت شايف استاهل النهارده ان انا اخرج بالثلاثه بونت، لكن حضرتك شايف التحكيم عامل ازاي. الهدف الاول لنادي كوم حماده والتركيز الداوي تعادل من احسن الفرق في المجموعه احنا قابلناها النهارده، واكيد ان احنا النهارده حققنا نتيجه ايجابيه. ممكن كان هم لهم فرص ضايعه، احنا لنا فرصه ضايعه، بس اعتقد ان ديت نتيجه عادله للفرقتين. ان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. نادي صيد معايا مجموعه لعيبه كويسه جدا وعلى قد المسؤوليه، ان شاء الله نعمل اداء كويس جدا مع الانسجام والعناصر الموجوده، لكن هم كانوا عاوزين بس شويه تنظيم في الملعب وشويه يعني اسلوب تكتيك كتير جدا، لكن هم لعيبه رجاله وان شاء الله اللي جاي احسن لنادي صيد ان شاء الله. يعني بس كل خد الله ما شاء فعل، احنا كسبانين ومفيش حاجه، والحكم ادى دي 3 دقايق وقت بدل ضايع، ويجي فينا جون بهذا الشكل واحنا مضيعين 3 4 فرص ولنا ضربتين جزاء، بس الواحد ما بيتكلمش في حاجه، التحكيم بقى هو شايف كده وخلاص. بلبل بيوم مدير فني واولى لقاءات كابتن بلبل في القياده الفنيه، هنكمل بعد لعبه محطه داخل المنطقه. الشوط الثاني بتشكيله توليفه مكونه من اسلام الشناوي وحرس المرمى، نكمل بعد لعبه الناس كلها ملتزمه ومتدينه ونزمه، يعني نفسهم يعملوا اي حاجه واحنا نفسنا نعمل لهم اي حاجه ونفرحهم، لان شبان بدوي طول عمرها فرقه كويسه وطول عمرها بتصف على المراكز الاولى، واللي يقدمه ربنا كله كويس ان شاء الله.